بكم. خلف كل خبر قصة، وفي بعض الأحيان أجندة تحدد طبيعة التفاعل معه ومسار تطوره. هنا في برنامج من المصدر سنحاول ربط خيوط القصة ونطارد الخبر حتى المصدر. على وقع الحديث عن زيارة مرتقبة لبايدن إلى السعودية، تفاعل كبير مع مقال الدبلوماسي الأمريكي دينيس روست عن أهمية العلاقات الأمريكية السعودية، وناشر المقال يتحدث معنا بعد قليل. شفافية الأعلام الأمريكية على المحك بعد اعتراف محامي هيلاري كلينتون بفبركة ملف تخابر ترامب مع روسيا، وجدل واسع حول الموضوع. مهرجان كان الذي خطف أضواء الإعلام، هل كانت إيران تحاول أن تستغله لصالحها؟ من المصدر يفتح الملف. العلاقات بين واشنطن والرياض في دائرة الاهتمام الإعلام الأمريكي مجدداً، خاصة بعد تسريب خبر زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية. وفي هذا الإطار نشر الكاتب السعودي مصطفى الأنصاري في صحيفة الاندبندنت عربي مقالاً بعنوان بايدن يتخلى عن إرضاء اليسار ويطرق باب الرياض. ويتابع بالقول إن فتحت الرياض أبوابها أخيراً للرئيس الأمريكي جو بايدن فإن ذلك لم يكن بلا ثمن، إذ يأتي بعد سلسلة من المواقف الإيجابية الرامية إلى تصفية الأجواء بين بلدين وصفت علاقاتهما بالتاريخية الراسخة. وقد تكون المؤشرات الدولية في الأشهر الماضية أقنعت الرئيس بايدن بضرورة العودة إلى الطريق المؤدي نحو الحليف التاريخي في منطقة الخليج السعودية وفق الكاتب. في هذا السياق نقلت CNN عن مصادر أمريكية سعي البيت الأبيض لتنسيق زيارة بايدن إلى السعودية الشهر المقبل من دون الحديث عن جدول محدد حتى الآن. وقال مسؤول أمريكي سابق للCNN وهو مطلع على التحضيرات أن الزيارة تأتي على خلفية المصالح الأمنية المشتركة بين البلدين. وذكرت القناة على موقعها أن بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يجتمعان للمرة الأولى في لقاء قد يأتي في فترة رئاسة الرياض لمجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار أحدث مقال الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روست ضجة في موقع دي أتلانتيك حينما قال إن بوتين دق جرس الإنذار لواشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن الحاجة إلى الشركاء وخاصة في الشرق الأوسط. ويشير روس إلى أن الحرب بوتين على أوكرانيا أظهرت أن الرئيس الروسي يحظى بدعم الصين وحتى بدعم إيران الرافضة للمعايير الغرب كما روسيا. لذلك يتعين على واشنطن التفكير في شكل تحالفاتها سواء مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا أو انتهائها. الدبلوماسي الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة يجب أن تكون متحالفة مع الدول التي تزيد من قوة الولايات المتحدة. وفي حالة السعودية يلفت الكاتب الانتباه إلى أن المملكة كانت تتعامل دوماً مع واشنطن كصديق موثوق، لكن عندما تعرض أمنها للتهديد من قبل إيران ووكلائها الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة لم يجدوا رد فعل يشعرهم بهذا الصديق الأمريكي الموثوق. والواقع هو أن السعودية لها أهمية استراتيجية في التنافس مع روسيا والصين، فهناك حاجة إلى النفط السعودي الآن وعلى مدى العقدين المقبلين. والسعودية وفق رؤية الكاتب هي قوة ترجيحية مهمة في الشرق الأوسط لصالح أمريكا مقابل إيران، باعتبارها قوة ترجيحية قد تعمل لصالح روسيا. والآن ينضم إلينا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روست. أهلا بك سعادة السفير. كيف ترى العلاقات الأمريكية السعودية اليوم؟ هل تعتقد أن الرئيس بايدن تراجع عن سياساته في المنطقة التي اتبعها على مدار سنة ونصف؟ هذه العلاقة لطالما كانت مبنية على الإحساس بالشراكة الجوهرية، وعلى مدى التاريخ كانت مبنية على الإحساس بأن السعودية لاعب أساسي في سوق النفط العالمي وتساعد على ضمان التدفق الحر للطاقة، ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة ذلك على أنه يصب في مصلحة أمنها القومي، ونحن ملتزمون بأمن المملكة العربية السعودية ورفاهها. اليوم وخاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا تذكرنا الأحداث بمدى أهمية التدفق المستقر للطاقة. أعتقد بأن كلا الطرفين الولايات المتحدة والسعودية تدركان أهمية العلاقات الجيدة. كل علاقة هي طريق ذو اتجاهين ولا تجري باتجاه واحد يملي فيه أحد الطرفين على الآخر.
فيجب أن يكون هناك احترام وقبول متبادل. لن نتفق على كل شيء، ولكن علاقتنا يجب أن تكون قائمة حتى وإن اختلفنا في بعض المجالات. وفي هذا الإطار كتب الكاتب الصحفي والإعلامي البارز عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان هل تراجع بايدن؟ وقال إنه يمكن القول إن واشنطن أخيرا رجحت مصالحها العليا في العلاقة مع دول الخليج والسعودية تحديدا، ولكن هناك جملة من المطالب السعودية بالنسبة إلى موضوع اليمن وبالنسبة إلى التنازلات لإيران والتدخل في شؤونها الداخلية وتقليص التسليح. وبالنسبة إلى السؤال هل تراجع بايدن، فيقول الراشد إنه يبدو ذلك ونرى ذلك من خلال مواقف بايدن المتشددة ضد إيران التي أطلقت مؤخرا. نرى هناك زحمة من المسؤولين الأمريكيين في السعودية الآن، هل هذا مؤشر لتطور العلاقات بين البلدين؟ أتوقع بأن ما نشهده هو تركيز على كيفية بناء المقاربة المشتركة للتعامل مع تهديداتنا المشتركة. المملكة العربية السعودية تواجه تهديداً ليس من إيران فحسب، بل كذلك الدور الذي تلعبه إيران مع الحوثيين أيضاً. وأعتقد بأن الحوثيين لن يقوموا بتمديد الهدنة، وعلى الأرجح ستنتهي الهدنة في 2 يونيو. ولو أراد الإيرانيون التعبير عن رغبتهم في علاقات مختلفة مع السعودية، لا تغيرت سلوكية الحوثيين. يجب أن نقوم معا بمكافحة التهديدات والصواريخ والمسيرات التي تطلق على السعودية. علينا فعل المزيد من أجل مكافحتها وإيجاد السبل لفرض الثمن الكبير على من يقوم بتلك السلوكيات ويشن تلك الهجمات، إيرانيين كانوا أم حوثيين. سعادة السفير دينيس روش، شكرا جزيلا لك. الجدل الإعلامي هذا الأسبوع ساخن جداً ومركزه الولايات المتحدة، وهو لا يطال فقط سمعة المؤسسات الإعلامية الأمريكية بل سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً بسبب الدفع والترويج لقضية تخابر الرئيس السابق دونالد ترامب مع روسيا. فالقضية ضج بها الإعلام الأمريكي لسنوات منذ ترشح ترامب للرئاسة في عام 2016، وأضرت بسمعة الرئيس السابق إذ تظهر استطلاعات الرأي الأمريكية أن الغالبية تصدق تواطؤ ترامب مع روسيا بفعل الحملة المركزة التي استهدفته. لكن الأمور هذا الأسبوع تحديداً انقلبت رأساً على عقب، وتلقى الإعلام الأمريكي خاصة القريب من الديمقراطيين صدمة بعدما كشفت تحقيقات المحكمة التي تنظر في القضية بأن تخابر ترامب مع روسيا رواية كاذبة وملفقة 100%، وأن من يقف وراءها هي هيلاري كلينتون شخصياً، وكل من يروج لذلك يحاكم الآن في واشنطن، ومن بين هؤلاء محامي هيلاري كلينتون مايكل ساسمان. فساسمان يتحمل جزء من حملة التلفيق، وقد اعترف خلال محاكمته أن كلينتون دفعت شخصياً بتسريب الاتهامات الكاذبة عن علاقة ترامب ببنك ألفا القريب من الكرملين، رغم معرفتها بعدم صدقية الخبر، في حين لم يجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي دليل على وجود هذه العلاقة بين البنك الروسي وشركات ترامب. ومن جهة أخرى، تولى مدير حملة هيلاري كلينتون روبرت مورك الجزء الثاني من الحملة وفق التحقيقات، فاتضح بعد 6 سنوات من تداول القصة أن جميع الخيوط القصة تعود إلى هيلاري كلينتون شخصياً. ومن هنا كتبت وول ستريت جورنال تقريراً بعنوان هيلاري كلينتون فعلتها، أي أقدمت على فبركة الملف برمته. إذ اعترف مدير حملتها الانتخابية في عام 2016 أمام المحكمة المخصصة للقضية أن كلينتون شخصياً وافقت على تسريب الادعاء الكاذب حول قصة علاقات مؤسسات ترامب مع بنك ألفا الروسي عبر تركيب رسائل إلكترونية. الخبر المفبرك سربته حملة هيلاري كلينتون لموقع سليت اليساري وفق اعترافات مدير الحملة، وظهرت القصة أولاً في هذا الموقع بعنوان هل هناك تخابراً إلكترونياً بين ترامب وروسيا، ونشر كما نرى هنا بتاريخ 31 أكتوبر 2016. واستند الموقع إلى الرسائل الإلكترونية المفبركة التي تثبت تبادل رسائل بين مؤسسات ترامب وألفا بنك الروسي.
وبعدها تبنت معظم الصحف ووسائل الأعلام الأمريكية المقربة من الحزب الديمقراطي تحديداً تبنت الرواية وأضافت تساؤلات وأسئلة لتعزيز فكرة تورط ترامب مع روسيا. وبقيت الرواية حتى بعد انتخابه، ولم يكن رئيس مكتب التحقيق الفيدرالي جيمس كومي بعيداً عن الحملة. Breaking news, as you know, is the New York Times story. They have published a list of about 50 basic questions that the Times says Special Prosecutor Robert Mueller wants to ask the President of the United States. By now, you have no doubt heard former FBI Director James Comey detailing his rise and his time as the nation's top law enforcement official and sounding the alarm about the future of America under President Trump. Know whether Robert Mueller is investigating the president? I can't comment on that at all. What's your reaction to this news that there may be a sealed indictment? I mean, the president has been calling James Comey a liar, but James Comey's testimony really is bolstered by his notes. Those memos match basically exactly what he told Congress and what he said publicly and what he put in his book. His story has been consistent. What he said the first time is what he has still said every time since. لكن القضية التي فبركت لتطيح بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أتت بنتائج عكسية، فبدل أن تثبت تخابر ترامب مع روسيا أثبتت تجسس حملة هيلاري كلينتون على ترامب في مسعى لإيجاد دليل يدينه قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016. وهنا نتذكر أن الإعلام ركز على نقطة أن هيلاري كلينتون لم تكن تتجسس على ترامب وقتها. It did not happen. There was no spying. There was. It's Pizzagate. No one was spying on the president through the microwave. No one spied on the Trump campaign. There was no spying. There was no spying. No spying. There was 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 no spying. Wow. By the way, there was no spying, of course. There was no spying. There was no spying on the Trump campaign. On the Trump campaign. It's been a year and a half. There was no spying on the Trump campaign. إذن من جهة حاولت هيلاري كلينتون تجسس على البريد الإلكتروني لترامب قبيل الانتخابات، واستطبع ذلك بملف شغل الإعلام الأمريكي لسنوات، ملف ستيل الذي روج لنفس الاتهام عن علاقة مشبوهة بين ترامب وروسيا. ملف ستيل هو نسبة للجاسوس السابق في الاستخبارات البريطانية كريستوفر ستيل الذي مد حملة كلينتون بمعلومات مفبركة وأعد ملف اتهام ترامب. الملف أعده ستيل بناء على طلب المرشحة الرئاسية السابقة كلينتون، وفق ما أكده مدير حملتها في التحقيقات روبي موك، واتضح أن الملف غير مبني على أدلة بل على أحاديث جانبية بين ثلاث أشخاص، كما كشفت وول ستريت جورنال، أحدهم إيغور دينشينكو المخبر الرئيس في القضية الذي اتضح أنه أدلى بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال عام 2017. إيغور ادعى أن روسيا تمسك على ترامب بملفات مشبوهة بينها فيديو له في أوتيل ريتز في موسكو. والأخطر من كل ذلك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان على علم بأن تلك الادعاءات غير صحيحة منذ عام 2016، وفق ما كشف هانز مانسكي في مقالة في موقع The Federalist هذا الأسبوع. وعنوان مانسكي أدلة مكتوبة تعود لعام 2017 تثبت التضليل الذي مارسه عناصر من مكتب التحقيق الفيدرالي في قضية علاقة ترامب بروسيا. وركز الكاتب على الأكاذيب التي صدرت عن مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الأسبوع خلال المحاكمة. فالمحلل الإلكتروني في الـ FBI سكوت هيلمان شهد أنه كان يعلم منذ سبتمبر 2016 أن بيانات ساسمن أو محامي حملة كلينتون لا تشير إلى وجود أي اتصالات سرية بين ترامب وروسيا. وأضاف هيلمان أنه تساءل عما إذا كان الشخص الذي جمع البيانات يعاني من إعاقة عقلية على حد قوله. وينضم إلينا كاتب المقال الذي تضج به مواقع التواصل الاجتماعي الآن هانز مانسكي. هل نفهم من المقال أن هناك تواطؤ بين الـ FBI والإعلام وحملة كلينتون ضد ترامب؟ Yes, that is correct. نعم هذا صحيح. مؤامرة راشا جيت كما سميت بدأت منذ حملة كلينتون للانتخابات الرئاسية،
كل ما يكشف عنه الآن هو لأنه يتم محاكمة محامي حملة كلينتون يدعى مايكل ساسمان، وهو قيد المحاكمة الآن، وقد أفيد بأن الحملة بإشراف كلينتون نفسها وكانت تهدف لتشويه سمعة ترامب وشطارته وإظهاره كعميل لروسيا. هذه الخطة دفعت بها عناصر تابعة لحملة كلينتون، وبعدها أقدم عناصر من الحملة على إقحام مكتب التحقيقات الفيدرالية لإطفاء شرعية على التحقيقات، والإف بي آي كان سعيدا جدا بتقديم الخدمات، وحتى أنهم كانوا على علم منذ البداية بأن القصة لا تستند إلى أي دليل، لكنهم بدأوا التحقيقات رغم هذا للنيل من ترامب. نعم، وخلال كل فترة حكمه دأب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على نفي وضحض الاتهامات بعبارة فيك نيوز أو مصطلح ويتش هونت أو مطاردة السحرة. And simple witch hunt, 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 witch hunt. And I have this witch hunt constantly going on for over 12 months now. Witch hunt, witch hunt, witch hunt. أستاذ هانز، ما هو أبرز أمر كشفته في مقالك؟ أعتقد أن الأهم في المقال ولم يكن معروفا سابقا هو أن القيادة في الإف بي آي لم تكذب فقط على المحكمة عندما قدمت مذكرات ضد حملة ترامب، ولكن كذبوا أيضا على رؤسائهم في وزارة العدل، فهم يعرفون حقيقة الأمر منذ البداية، لذلك هم متهمون ليس فقط بتلفيق التهمة بل بالكذب على وزارة العدل. لكن أستاذ هانز، هذا اتهام خطير، لماذا يريد مكتب التحقيقات الفيدرالي النيل من ترامب إذا كان غير مذنب؟ القضية في الحقيقة مبنية على مستندين. مستند ستيل الذي من المؤكد أن المشاهدين والإعلام في منطقتكم سمع عنه، لا شيء داخل هذا الملف صحيح كما أثبتت التحقيقات، وكلها أخبار مختلفة ومفبركة من دون براهين، فقط بعض الأسماء والتواريخ صحيحة وهي معلومات موجودة على الإنترنت، وذلك لإطفاء صدقية للملف. وقصة الفيديو في موسكو وغيرها من المعلومات ثبت زيفها، وهذا ما أقر به المخبر الذي استند إليه ستيل لبناء ملفه. والجهة الأخرى من القصة هي الاختراق الإلكتروني لحساب ترامب لمعرفة مدى ارتباط ترامب بروسيا، وهذا ما كلف به محامي حملة هيلاري كلينتون مايكل ساسمان الذي يحاكم الآن، وقد قدم دليلا استند إلى إعادة صياغة رسائل إلكترونية لإثبات علاقة مشبوهة لترامب بروسيا، وثبت أنها زائفة أيضا. إذن أحد المحامين في مكتب التحقيقات الفيدرالي يتم محاكمته بتهمة تغيير الكلمات في الرسائل الإلكترونية لترامب التي كانت قيد البحث، ولكن لافت أن هناك صورة لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي إلى جانب الرئيس الأسبق باراك أوباما في مقالك. هل تقصد بأن المتواطئون أو المتواطئين بالعملية كانوا على مستويات رفيعة داخل الدولة؟ كما ألمحت، المشكلة تكمن في قياديين في الإف بي آي، المشكلة في جيمس كومي الذي كان رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت، وقد تم التأكد اليوم خلال محاكمة محامي كلينتون مايكل ساسمان بأن كومي شخصيا أراد الدفع بالأجندة المناهضة لترامب. عناصر الإف بي آي الذين أدلوا بشهاداتهم أقروا أنهم كانوا يريدون إرضاء الطابق السابع، وهو الطابق في مبنى الإف بي آي حيث مكتب كومي. هذا ما أرادوه ببساطة، أرادوا تلفيق قصص لتشويه سمعة ترامب لإرضاء كومي. وردا على ما اعتبره انتصارا للحقيقة، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفوكس نيوز: قولوا لي أين أذهب لأستعيد سمعتي. نعود إلى أستاذ هانز، لماذا برأيك كل هذه المؤامرة الكبيرة من قبل الـ FBI والإعلام وعناصر من حملة كلينتون ضد ترامب؟ As to why, بالنسبة للسبب، برأيي أن البعض لا يحب ترامب، يعتبرونه أنه خطر على أمريكا ويجب إعاقة وصوله إلى الرئاسة وبعدها يجب عزله، والبعض الآخر تورط لأنه محب لكلينتون، والبعض فقط لأنه يبغض ترامب. هناك عدة عوامل دخلت في الموضوع، لكن كما قلت هذا صادم لأنه يأتي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي المكلف أصلا بتطبيق القانون. سيد مانسكي، شكرا جزيلا لك. نتابع من المصدر بعد الفاصل: النظام الإيراني يحاول تلميع صورته على السجادة الحمراء في الخارج، وفي الداخل موجة قمع شديدة بحق الفنانين في إيران. أهلا
بكم من جديد. السوفت باور أو القوة الناعمة وسيلة تستخدمها الأنظمة لتلميع صورتها في الخارج، لكن حينما تقوم الأنظمة القمعية باستغلال هذه القوة الناعمة يصبح الأمر مدعاة للاستغراب وربما للسخرية. هذا هو حال إيران مع مهرجانات السينما العالمية. في الواجهة نقرأ عن أخبار مختلفة عن فوز أفلام إيرانية بجوائز في مهرجانات السينما، بعضها ينتقد النظام وبعضها يمتدحه، لكن في المحصلة تنجح هذه العملية في الترويج لصورة غير عنيفة عن نظام إيراني يقمع الفنانين ويعتقل المعارضين له وينفذ فيهم حكم الإعدام رغم الانتقادات المنظمات الحقوقية لها. مقال الكاتب الإيراني رضا بارشيزادة في صحيفة جيريزولوم بوست يلقي الضوء على هذه الظاهرة، حيث تسير إيران على خطى روسيا في ممارسة الدعاية عبر بوابة السينما. الكاتب الإيراني يكشف في مقاله مثلا أن جيلا جديدا من صناع الأفلام في إيران يحظى برعاية رسمية برزت في عهد أحمد نجاد وتحديدا من خلال المخرج أصغر فرهادي. الكاتب بارشيزادة يقول إن أصغر فرهادي مخرج فيلم انفصال أحد أشهر الأفلام السينمائية الإيرانية دولياً، رغم أنه يقدم نفسه على أنه يحارب النظام الإيراني والمتشددين في هذا البلد، إلا أنه في الواقع تلقى تمويلاً من بنك إيراني بنك باسرغاد، وهو أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني الموضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية. ودونما ينتبه أحد على ما يبدو، ظهرت رسالة تهنئة من المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع العام الماضي للمخرج الإيراني أصغر فرهادي. ويحل مهرجان كان هذا العام وتضج وسائل الإعلام بخبر آخر عن تهديد حياة المخرج الإيراني علي عباسي بالموت، لأنه ناقش موضوع سفاحي النظام الذين ينفذون حكم الموت على النساء الفاسدات أخلاقيا. لكن النظام الإيراني كما يرى الكاتب رضا بارشيزادة أصبح مستفيدا من حضوره في السينما العالمية سواء بالسلب أو الإيجاب. بالتزامن تلقي نيويورك تايمز الضوء على معاناة الفنانين داخل إيران من الرقابة والاضطهاد وسط موجة جديدة من القمع تصيب صانعي الأفلام المشهورين، فيما يريد النظام أن ينعم بالصورة الجميلة التي تقدمها السينما الإيرانية. وتقول نيويورك تايمز إنه بينما يسير نجوم السينما على السجادة الحمراء في كان بفساتين براقة وبدلات التكسيدو، كان صانعو ونجوم السينما الإيرانية في الداخل يتعرضون إلى اضطهاد على وقع الاحتجاجات الأخيرة. وأفاد نشطاء عن اعتقال مخرجان وثائقيان مشهوران في ظل اندلاع الاحتجاجات الأخيرة. والآن إلى أخبار الأعلام. حققت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية زيادة في دخل الإعلانات التجارية بنسبة بلغت 24% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بعام 2021 بسبب التطور الحاصل في دورة البرامج الجديدة. شهدت CNN ارتفاعاً في عدد متابعيها لدى إذاعة الأخبار العاجلة حول إطلاق النار في مدرسة في تكساس، لكنها تبقى في المرتبة الثانية من حيث عدد المتابعين بعد فوكس نيوز، وحلت MSNBC في المرتبة الثالثة. الإعلام البريطاني منشغل بتغطية مراسم الاحتفال الملكي بمرور 70 عاماً على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش في بريطانيا، ومن المقرر أن تقام المراسم الرسمية للاحتفال باليوبيل البلاتيني في شهر يونيو حزيران. ومع هذا نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم، موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم. We'll be right back.